كاتب المحلي الفيدرالي الديمقراطية للشغل بعمالات سهلة. حنا بصدد تجسيد وقفة احتجاجية اعتبارا لمجموعة من التراكمات على مستوى تدبير الشأن الصحي بعمالات سهلة التي ترأسها السيد المندوب القائم على رأسها للأسف العرض الصحي داخل عمل السلة يتعرض لمجموعة من الضغوطات ومجموعة من الإكراهات وعلى رأسها سوء التدبير. للأسف لأكثر من 3 سنوات حاولنا أن نلفت الانتباه للسيد المندوب والسيد المدير الجوي لمجموعة من الإجراءات التي هي نعتبرها غير عقلانية ولا تستجيب لمتطلبات العرض الصحي داخل عمل السلة، لكن للأسف لم نجد أداة صاغية، بل أن تأكدنا أن العرض الصحي داخل عمالات سلا يتعرض لمجموعة من الإكراهات واللي هي الإكراهات للأسف سياسية وجمعوية تحد من فعالية هذا العرض لحدود اللحظة. العرض الصحي داخل سلا لا يستجيب لمتطلبات القانون 34/09 والذي نعتبره الأساس لحدود اللحظة رغم صدور القانون الجديد اللي هو 06/22 والذي لم تتمكن الوزارة لحدود اللحظة من إخراج مراسم تنظيمية له. على هذا الاعتبار العرض الصحي يخضع لهذا القانون منطقيا، لكن على أرض الواقع فهو لا يمت له بصلة، بل القائمين على الشأن الصحي يتعاملون مع العرض الصحي بشكل عشوائي. كاين تفقير المرافق الصحية التابعة للخريطة الصحية من الموارد البشرية، عدم التزام العرض الصحي بالبرامج الوطنية التي رفعتها وزارة الصحة منذ 4 سنوات والأكثر، ولهذا فإننا نحمل كامل المسؤولية للسيد المدير الجهوي والسيد وزير الصحة بعد مجموعة من التواصلات على المستوى النقابي وعلى مستوى الهيئات التشاورية التي تعمل داخل المركز الاستشفائي الإقليمي، لكن لحدود اللحظة لم نتلقى أي جواب، ولهذا نحن بصدد رفع وتيرة الاحتجاجات ربما اتخذ أشكال نضالية أخرى غير مسبوقة في أفق أن هذا المشهد إن شاء الله سوف تغير. وأول تغيير هو أن المسؤول القائم على رأس العرض الصحي داخل إقليم سلا دوز 5 سنين ديالو يجب أن يفتح الباب لمسؤول آخر حتى يأتي ويصحح العديد من الخروقات التي ستتطلب مجموعة من عدد من السنوات في انتظار إن شاء الله أننا نتوفق. شكرا. كلثوم إبراهيم، عضو المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين والتقنية الصحة بسالة. إحنا اليوم بصدد القيام بالوقفة الثامنة ضمن البرنامج النضالي اللي كنا سطرنا عبر عدة بيانات واعتصامين، قمنا أيضا باعتصامين. هذه الخطوات النضالية قمنا بها إيمانا بدورنا وإيمانا بالمقاربة التشاركية أيضا للمساهمة في تجويد العرض الصحي على مستوى سلا، العرض الصحي العمومي طبعا. هاد الاحتجاجات ديالنا كلها جات لأن الاختلالات اللي عشناها لمدة سنوات لا زالت مستمرة، ونؤمن أن إذا ما قمناش بهذه الخطوات أن المسائل ستستمر على وضعها. هذه الاختلالات كتمثل في سوء تدبير عام يعني على مستوى المندوبية، لا تدبير ديال الموارد البشرية ولا اللوجستية ولا المعدات ولا الموارد اللازمة لتقديم العلاجات. نحن نقوم بمجهود جبار على مستوى المؤسسات الصحية من أجل يعني تجويد الخدمات ومن أجل خلق واحد الجو تنافسي خصوصا في ظل لا ترانزيسيون اللي تعرفها القطاع الصحي، ولكن سوء التدبير يقف عائقا دون هذا. دونك نجد أنفسنا مضطرين للاحتجاج والاستمرار في الاحتجاج، والنداء ننادي وزارة الصحة للتدخل العاجل من أجل الوضع حد لهذه الاختلالات، وأنها تسنح لنا الفرصة باش نبينوا على القدرات ديال الإطار الصحي العمومي داخل القطاع ككل. السلام عليكم، البرغمي رشيد، ممرض وعضو المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنية الصحة بسلا. وقفة اليوم جاءت استمرارا لمسلسلنا النضالي الغير مسبوق الذي سطرناه ضد الاختلالات وضد الارتجالية في اتخاذ القرارات، وكذلك نستنكر تدهور القطاع الصحي بسلا. يعني بلا شك ان يعني الاختلالات بالقطاع الصحي بسلا صارت قضيه راي عام وطني، والكل يشهد على ذلك. فمنذ ازيد من شهرين ونصف من الزمن كنا ولا زلنا نحتج
في إطار الدفاع عن حقوق الشغيلة وعلى حقوق المواطن وبالتالي تجويد العرض الصحي. للأسف المسؤولين ديالنا لا يحبذون المقاربة التشاركية ولا لغة الديمقراطية، بل يحبون الانفراد بالقرارات المصيرية. من مظاهر اختلالات بالقطاع الصحي بسلا، يعني نجد استمرار المسؤول الاول على القطاع الصحي بسلا في اغلاق العديد من المصالح الحيويه في اتجاه في وجه المواطنين، وكذلك مؤخرا تم اغلاق مصلحه اخرى، يعني مصلحه تصفيه الكلي او الدياليز لتنضاف الى باقي المصالح التي تم اغلاقها. كذلك هناك بعض التخصصات التمريضية أو المروضين الذين يعني يشتغلون بدون أجهزة يعني لتقويم أو علاج المرضى، فنجدهم يعني يصنعون أدوات بدائية يعني تمريضية الصنع، هادشي كامل غير باش ما يصيفطوش للمريض القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص قطاع لا يرحم وخصك ليه الفلوس. يعني وزارة الصحة كذلك مؤخرا يعني السنة الفارطة يعني زودتنا بالعشرات من الممرضين، يعني وهذا العدد كان كافي باش نشغلوا واحد 10 مراكز صحية أو 8 مصالح، ولكن للأسف ظلت الحالة هي إن لم نقل غدوة كتكفس. هذا دليل على أن المسؤول ديالنا مسؤول فاشل. كذلك وزارة الصحة يعني قامت بالرفع من التعويض على البرامج الصحية، فإذا يعني الناس المسؤولين ديالنا كيتم إقصاء الممرضين المعنيين بهذه البرامج، وللأسف أن الناس اللي غير معنية بهذه البرامج هي اللي كتاخذ هذا التعويض. للأسف كذلك كنلقاو في المستشفيات العديد من الدخلاء كيلبسوا الطابلية وكيديروا فيها أطباء وممرضين ويعبثون بصحة المرضى، وهذا الشيء يعني بدون ما يحاسبوهم بدون ما يعاتبوهم. كذلك يعني بدون ما نهضروا على الإقصاء ديالنا من مناصب المسؤولية، حيتاش يعني إقصاء ديالنا من مناصب المسؤولية حيتاش الشعار ديالنا لا للفساد، ولكن نحن لا نبيع كرامتنا من أجل منصب مسؤولية. ندعو كذلك سيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية والجهات المسؤولة بالتدخل بشكل مستعجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودفع عجلة يعني الرفع من جودة الخدمات إلى الأمام. ونذكركم أننا أزيد من شهرين ونصف من الزمن يعني ونحن في احتجاج لتنديد بهذه الاختلالات وتردي القطاع الصحي، تردي القطاع الصحي، ويعني وندعو الجهات المسؤولة يعني التدخل لتحسين الوضع. ونشكركم جزيل الشكر على التغطية الإعلامية وتنويركم للرأي العام سختو ساكنة سلاوية.